I'm Maya Atwan. I'm 15 years old. I study at St. Joseph's School for Girls. We take a lot of classes, but my favorite one is Mosaic. We come here once a week so we can make boards and images, anything we'd like. It's fun, and you get to use your creativity. Sometimes the picture that we do can represent something, so it might help someone with a thing they're facing. This one, it's the first picture we made. It represents the community, the blue stones, and how people are stick together without anyone different joining them. And the second picture, the community is starting to get more open. And if you notice, the red stone got a little bit bigger. It has like more self-confidence, and it can join them in the group and be one of the community. In the third picture, the red one got so much bigger, so it has self-confidence, and the blue stones are all open. So everyone is happy together, they don't have racism against anything. In the last picture, we joined them all together. So here the black, it's a person, but it represents all the community. And here we have other two stones that will join this group and all will be happy together. It represents all of us, like all the people. So yeah, it represents like our life. I think music helps the students who have learning difficulties so much because the music is built on multitasking things, and I think the multitasking jobs that is given to the children will raise their concentration. Helps them because children, sometimes they have a problem in getting into the group. So when the music is given to them as a group, it will help them to be more included inside the group and to be melted, and they can hear each other, they hear themselves. So the music has a big role in that. Many of them had really, really shy personality. Others don't like to talk to each other. Others don't like to talk in front of the teacher because they are afraid of the teacher. Their parents come and say, I see my child is speaking, he's singing. He wasn't used to sing. وأنا حبيت كتير مادة الموسيقى لأن الموسيقى بتريح الواحد ولما الواحد يكون مزعوج يسمع موسيقى وبرتاح فورا. أنا أول ما أنا تعرفت على مادة الموسيقى كنت صار عندي أصدقاء كتار وإخواني دايما بيحكوا لي أنت صوتك مش حلو، أما أنا ما بصدقهم بحكي لهم أنا واثق بحالي وعارف إنه صوتي حلو.
أنا اسمي هبة نجيب من القدس من البلدة القديمة. أنا بشتغل هون معلمة تعليم جامع في مدرسة زعيم الروضة الحديثة اللي هي مدرسة زعيم تيجي بعد الجدار. إنه أنا بضطر أركب على المطار الموتوسايكل عشان أوصل للمدرسة، لأنه أنا وجودي بالبلدة القديمة وهذا اللي عند الجدار فيه البوابة، فإذا أنا ما لحقت قبل الساعة 8 أدخل البوابة والجدار فهي مشكلة بالنسبة لي. بنعاني من أزمة مواصلات كثير صعبة. هلا الطلاب اللي في المدرسة نفس المشكلة بعانوا من مشكلة المواصلات، يعني أنا عندي طلاب من زعيم بيجوا من منطقة الطور من عند من البوابة 8 ودقيقة ممنوع البوابة تفتح، خلص أغلقت الطلاب، إذا في أهلهم مواصلات ما أبوهم مثلا بيكون بالشغل، أمهم بتكون بالشغل، بيضطر الطلاب يرجعوا على البيت وما يجوا على المدرسة. إنه التعليم في القدس يواجه عدة تحديات، أهمها الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف أهم ثلاث عناصر في التعليم: المعلم، الطالب، والمناهج الفلسطينية. المناهج مستهدفة منذ عام 67 ولا زالت، أيضاً نقص حاد في المعلمين أيضاً لعدم إعطاء تصاريح دخول للقدس بالنسبة للمعلمين الذين يحملون الهوية غير المقدسية. الواقع التعليمي في مدينة القدس واقع صعب بسبب ظروف الاحتلال، بسبب ظروف المدينة المحاصرة، حيث أن وفق تقديرات إسرائيلية هناك نقص أكثر من 2200 غرفة صفية، وهذا بسبب عدم قيام السلطات الإسرائيلية ببناء مدارس لأهالي مدينة القدس، ولم يستجيبوا لمطالبهم ولا الزيادة الطبيعية في السكان. هناك البعض الأطفال الذين يمتلكون القدرة على الفهم وعلى تصلهم المعلومة بصورة جيدة، ولكن لا يستطيعون التعبير عنها، أو قد يجدوا بعض المشاكل في مثلا بالنسبة للامتحانات التي يخضعون لها، بحاجة لقراءة مثلا ورقة الامتحان لهم أو غير ذلك من بعض الأمور التي يواجه الطلبة فيها بعض المشاكل. تم مراعاة هذه الأمور، وبالتعاون مع وزارة التربية تم حل العديد من هذه المشاكل، وحققوا هؤلاء الأطفال النجاحات واستمروا بدراستهم إلى المراحل المتقدمة. ستة، برافو. أنا وظيفتي هون إني أقدم لهم الوسائل المحسوسة والملموسة عشان تسهل عليهم عملية التعليم. بعيد سبعة. إحنا هلأ أنا من خلال وجودي بالصف هلأ عندهم عملية الجمع بالرياضيات، أحاد، عشرات، مئات، بجيب لهم الأشياء المحسوسة، المكعبات، المعداد، بيكون أكتر سهولة لهم، بيكونوا خلاص ميزوا بين الأحاد والعشرات والمئات. هون بدي أوضح لهم مع لعب، مع ترفيه، مع توصلهم الفكرة جيدة. عشرات شو بتصير؟ سبعة؟ 12. بعد التسعة؟ 17. هاي بنتي في الروضة الحديثة، بنتي كانت ضعيفة في دراستها، كانت شخصيتها ضعيفة بنتي، بس الحمد لله من حد ما صارت مع الست هبة صارت تعرف الأحرف، صارت تحكي مع الكل، تتحدث مع الكل، كثير تطورت، وأنا كثير هلأ الحمد لله مبسوطة عليها بأنها صارت شخصيتها قوية بنتي، صارت لما تقرأ وتكتب تحسنت كثير، والحمد لله شكراً لكم. مدرستنا بتواجه نوعين من التحدي، التحدي الخارجي اللي هو بظروف اجتماعية وظروف تنقل صعبة جدا وفصل وعزل عن المحيط،
إنها محصورة ومعزولة معزولة عن العالم الآخر أو المجتمع البراني، فيش لا روحة ولا جينة، فيش حتى إنهم يتعرفوا على أشياء ثانية برا منطقة الشيخ سعد، كله محصور في منطقة الشيخ سعد. الحاجز حتى منع كل شيء، منع الخروج والروحة والجينة. وفي نفس الوقت في تحديات في داخل المدرسة زي تحديات أي مدرسة أخرى، فكان دائما يراودنا السؤال أو دائما يدور في ذهننا السؤال، الطلاب المتدني التحصيل أو اللي عندهم مشاكل كيف نتعامل معهم، كيف نتصرف معهم، مع إيماننا بحقهم إنه موجودين في هالمدرسة إنه يأخذوا فرصتهم. أحسنتي، المضروب فيه، المضروب فيه. التعليم الجامعي كمان ساعد كثير على تغيير في مستوى الطلاب، في مهاراتهم، في مستواهم، سواء كان في من ناحية القراءة، من ناحية الكتابة، من الناحية النفسية، من الناحية الاجتماعية، حتى من الناحية السلوكية. صار عندي إنجاز كثير إنه في طلاب كثير تغيروا، في طالبات تحسن مستواهن من الناحية النفسية، سلوكياً تحسن، وهذا الإشي شافينه المعلمات وظهر بشكل واضح قدام الإدارة، قدام المعلمات، حتى الأهالي شعروا بهذا الإشي. نقرأ جيد السؤال. During this workshop, teachers learn some skills to integrate smart board interactively in their classroom subjects. Technology, it is not a solution by itself. Technology should be used in order to overcome the problems that we face in the classroom. My son, he's in this school, Terre Santa school. He's in seventh grade. The aim of the course is how to deal with our child in the school, how to study, how to manage his time, how to deal with his life. In the beginning of the course, we build the course between us and the mothers. First of all, we ask them what they need and what's the main problem which they face it with their children. And according to that, we build the course. So we give them the ways according to psychological side and social side to help them and help their children. We are working together with their mothers. At the same time, we are also worked with the children. So we make the circle connected together. I change a lot. Before, I always be nervous with him. This course helped me to be relaxed with him, to know how to speak with him. It's so useful for both of us. وزارة التربية والتعليم العالي تؤمن تماماً واتخذت لها شعار أن التعليم حق للجميع. أنا حلمي وأمنيتي أنه يتحقق لكل طالب بقعة دراسي في مدينة القدس، ولأنه هذا حق أبناء القدس أن يكون لهم فرصة في التعليم مثل باقي أطفال العالم. تعليم الجامعة يعني عدم عزل الطالب عن زملائه من الطلبة، أن يتلقى تعليمه في جو كامل متكامل، يحصل على احتياجه التعليمي
دون عزله عن الآخرين.